قديش بدك يابا؟ 300 يابا 300 يابا. والله الشغل تعبان اليوم يا ابن الحلال، والله تعبان. هاي لسه بنام طول النهار. مش خساره في ابنك يابا. قديش بدك؟ 300 300 خلي 250 هذول 50 دينار. قديش هذول بنصير؟ 250. لا لا يابا، هات 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 هاي كمان، هاي كمان 200 يابا. خلص هذا هو يابا. الله يعطيكم لله يا عمي. لله يا عمي تروحش خسارة. الله يعطينا غير طريقنا نلم يعني، مش عشان ايش. الله يعطينا ويعطيك. فيش لله. الله يعطينا. الله يبعدك. من مرة فيش لله. الله يبعدك. ولا خمسة شيكين. الله يعطيك يا عمي. الله يا ربي يسعدك يا ربي في الفطرة. الله يا ربي بجاه الواحد لأحد يعطيك ويرزقك يا رب. تعال يا حاج. ادعي له دعوة خير. اسمع بس اقول لك شغلة، انا بحب كل واحد يعطيني، ادعي له دعوة خير. الله يا ربي يجبر بخاطرك ويعطيك. شو يا حبيبي ايش جاي؟ اشتريت بوت نايك ماركة. مش فاهم شو شريت؟ اشتريت بوت نايك ماركة 300 شيكل بده فيه. اخذته 270. طيب بدي اعطيه 300 شيكل بدي اكمل اجيب عشان عرس ابن خالي، وبدي اكمل اجيب. انا الشغل تعبان الايام هاد، من شايف الوضع. يا بعطيني 300 خالص بدي اروح. وانا شو طالب منك يابا؟ انا ابنك. مشكله بقدرش اظلك انا. ابني هذا الله يخليك ابوك. ابني هذا هات خذ 50 دينار اصرفها. قديش ال 50 دينار؟ 250. يابا اعطيني كمان في دولارات يابا اعطيني. خلص طيب يا ابو تعال ماجد ايه يا ربي بلغى حالك يابا. يابا في اللي قدام بيعبروا. تعال وين ابوك؟ تعال اطلع في المصاري. من المصاري ده من اللي ده تنصب على الناس. لف السيارة تعال. لا يا ابن الحلال لف السيارة تعال حطها في السيارة. بس على فمك شوي، تعال فمك كلمه. تعال قول اسمع تظن انت. اسمع ناديني يا يوسف تندر هديك ولا حطها في السياره. ايش بدك تاخذني يا اخي؟ وين تعال بقول لا ان انت حسدني على ما هذا بشوف. تظن لا بطلت على الناس. ايه ما هذا شغل تاع افهمك شغله. تعال اسلم. اسمع 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 لك شغله. هذا شغل على ما تقول بشرح لك انا بشرح. نعم شغل هذا تاخذنيش. شغل انت تظن الله بطلت يعني؟ بطلت. بدك اياها يعني؟ لا بديش اياها. طيب شو بدك؟ ليش ما تعال؟ بقول لك تعال. ليش مسكني؟ ليش مسكني انت؟ طلب تعال انت الثاني هيك تلحقه. ليش وين اخذني يعني؟ من وصلي من هو متنادي علي انت يا عيد؟ الاسمر هذا خليها ايه تبع زيك. هذا الجاي شو ماله هذا؟ هذا التخليه. تعال يا اخي بدك شيء ياخذ هالخمسه. دخلنا الصوب. انا حطيت له كل شيء مصاري اللي هو بيجي ابنه هذا الهلس. تعال تعال هو تعال ابنه ما بحط لنا صاحب جيب بقول له صفقة الصواري راح اشترى بوت 300 شيكل. طيب ليش حسدني انت يعني؟ خذ الخمسة يا اخي بدك شو اياها. بديش الخمسة انا بدي اياك معي. اشتغل تعال تعال تطعمني تشتيني يعني مثلا؟ تسبرش في ايدك تعال تسبرش تعال بقول لك تعال تعال انت الثاني بدي اعطيك 300 كندرة. شو بدك تجيب؟ بس شو زرع لك اسمع الله يهديك شوي. تعال اسلم. ايش بدك فيي؟ ايش بدك فيي يا ابني؟ تعال خذ هاي خمستك يا عمي. لف السيارة خذ هاي الخمسة. بديش الخمسة. طيب ليش تنفض يا عيد؟ ليش تنفض؟ ما تفيدش انا. حسك تنفض. طيب خذ هاي الخمسة يا عمي. قول يا عمي. هاي الخمسة خذها. خذ خمسة. خذ الخمسة. طيب اسمع. يلا تعال. ما تاخذ مين؟ تعال انا ياخذك انا ياخذك انا ياخذك. يعني في ناس في ناس بيسووا هيك لما يكونوا شحادين واغنى مني ومنك صح؟ صحيح. طيب خلينا نضل الكاميرا فايبة على بعضينا. مين سامحنا؟ حياك الله. يخلف عليك انت كل احترام. كل احترام. الله يعطي اللي بيعطي يا عمي.
الله يا ربي يعطي الجميع يا ربي جاي الواحد الاحد يرزق الجميع ما يعوز حدا لا حدا ما يعوز وين انت يا زلمه ايش يا حبيبي شو جايبك 300 شيكل اخذته يا بكوش 300 اخذت بلوزه عمال الشيكلين الزلمه مش معطيني شو 300 130 يا شباب بدنا خلص اعطيني كمان 300 بدي اطلع اعزم اصحابي على ال حسبنا الله ونعم الوكيل بس مالك يابا بتزعلني يعني انا شغلي كله لك صار بتزعلني يابا اروح اروح يعني فوت تعال تعال امسحني يابا خود قديش بدك بدي 300 خود معك كمان معك 100 خليه يصرف صرفنا اياها هذا معي 100 خود هاي 400 روح طب يعطيني كمان 50 دينار بس روح الله يسهل عليك يا روح شكلين الزلمه شاب اللي يعطيني 300 شيكل حق دور روح الله يسهل عليك ليه بتعطيني كمان 50 دينار خود معي مصاري اللي ياخذ من الناس خلاص مش هنوش الحلالي قصد بابا انا قصد بابا الله خلص طيب يعني وانا قصد بابا الله برضه تعال افهمك شغله تعال شو بدك انت قول لي ولا تعال بدي اشوفك انا شوي صغير تعال لك شغله هذا ما ياخذ انت ما بدك تعطيني الشكلين بلاش مش مشكله بديش تضحك نتله من الناس لا يا عم انا ببضعك بس هذا طابع تستعمله معك مصاري خلص عيب مد ايده على حاج بتظبط شعراتك شوي بيروح بيدفع لك صالون الصالون صاحب بياخذ 50 شيكل على الاقل انا عم بحلق لك ببلاش على عندي على السفر هيك صح انا ابو عبيد صار مين تاع مبابا ابو طبانجي انا طبانجي اسمه تعرفني انا لا يا عم بعرفك انا ابو عبيد ابو عبيد طويل دم عليك ولا انا مش مع الشحاد انا خوفي بس انا بحب يعني انقطعت خلف عليك يا حبيبي خلص شكلين بكفي يا عم الله يا رب يا رب مساء الخير ايوه المفاجاه اشتريت بوت 300 شيكل وضحتني مع الزلمه بدي كمان 300 وضحتني بطول بالك شو وضعك يا زلمه عادي مش عارف سامحني اه انت سويتها لله صح اسمع تعال لك شغله اسمع خود بس اسالك سؤال صغير لحظه قديش بدك بدي 300 خود يبا يبا تعطيني 50 دينار زي كل مرة 200 خذت معك 100 فراطة معك 100 معك 100 مش عارف ايش والله معك 100 اصرف يابا والله 300 حتى بكفوش يابا طب خلص خلص خود روح خلص هاي 400 روح بس طول بعد شوي بس اسرف قديش بتشربوتك انت 50 300 شيكل هي 50 شيكل ماله هذا لو انت بتعطيني مصاري عادي بدك تاخذ من يا زلمه طول النهار بسوي شي 700 شيكل انا طول النهار يا مطرح احنا برنامج كاميرا خفيفه كاميرا غادي والله كنت مش فاهم كل شيء يا عم ليك لف عليك لا 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 والله لا حضرني اسمع احنا هدفنا من الحلقه في ناس متسولين اغلى مني ومنك آه. انت تلبس فوت ب50 هذا ابن المتسول لابس فوت ب300 شيء هذا يجيك انا كمان مره ببعضينا بوي للكاميرا يخلف عليك حبيبي والله مش كمان واحد عشان الطريق اعطيني واحد في حدا معي كمان شيكر يا شباب الله يسعدك يا رب يابا اشتريت البوت 300 شيكل وبلوزه اسحب فيها 70 الله يسعدك يا رب خلص كويس يابا اعطيني 300 دروح اطلع ابو ديس بسرعه بدي اعزم اصحابي على الاكل ليش يابا شو فيه؟ شو بدك؟ 300 روح اطلع من هون فضحتني هذا شغل كويس قديش ال 50 دينار هاي؟ قديش ال 50 دينار هاي؟ خذ يابا خذ بديش يابا بديش بدي 300 ايوه 400 ايوه والليله بتعطيني 50 دينار الله يسهل عليك روح في فوق بياض روح بس كمان شيكل بس كمان شيكل فيش كمان شيكل يعني الشحاد اشتبه 300 ده يكون احسن من الاستاذ يعني ايوه أيوة. عارف ليش احسن أوه. عشان معنا برنامج كاميرا خفية احنا ايوه هذا الشيء ايوه هذا الكاميرا لا يلا فرجيك انت ما بدك تشوف شو معي يا حاج كان معك برنامج كاميرا خفية احكي لك كاميرا بوي احنا حاج بنوصل رسالة هادفة على اساس نقول انه في ناس
بكونوش معتزين وبتسولوا. خذ شكلك يا شيخ اول شيء. لا خلاص والله حياك الله. اسمع بفزعل شوي اورجيك. لا بس الله يهديك. شايف الكاميرا وهي الكاميرا شايفها صورناك يا حاج. طيب خلينا نقول الكاميرا مع بعضنا. السلام عليكم. السلام عليكم يا حاج المشاهد. السلام عليكم.